السلام عليكم البنات. جينا واحد الخريجه هنا بالليل، عاد بس 7 ولا 8 الليل، هادي 8 الليل خرجنا واحد الخريجه على طريق فاس ما بين سيدي خازم وفاس. واحد القهوه البنات زوينه والحال برد. دابا هاد البلايصه هادي شوفوا على البلاصه، شوفوا بلايصه نقيه زوينه، نديروا فيها خريجه هكا مع الدراري وداك الشيء. شوفوا البنات حنا عاد داخلين، شوفوا على بلايصه طريق فاس البنات، ديروا واحد الخريجه وتشوفوا معنا هاد الخريجه اللي راحنا دايرين، وتبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر. الريحه شويه على بناتها، شوفوا البنات شوفوا شوفوا الطواجن الله يبارك فيك اخويا، شكرا. هادشي كيتشهي، هادشي زوين الريحه ديالو ضروري. شوفوا البنات البليصه نقيه هنايا، تخرجوا ليا ها، كاينه الشوايه كاينين الطواجن، الناس عندهم التعامل زوين. شوفوا على جريده شحال نقيه، شوفوا اللي عنده الوليدات صغار كيخرجوا وليداتهم يتبردوا. دابا راه بالليل هادشي، شوفوا شوفوا الوليدات فين كيلعبوا، شوفوا وداك الشيء نقي. والماكله علاش ما دورتي؟ عرفتي على ريحه هنا ديال الماكله؟ تدخلي كتعطيك واحد الريحه ديال الطواجن وديال الشوايه. شوفوا البنات شوفوا على جريدات، شوفوا على جريدات كي دايرين هاد لي بامي هنا، شي زوين ولا البنات. عامره الدنيا بالناس نهار الجمعه. شوفوا على كاستر، شوفوا على منيطه، شوفوا البنات على منيطه، شوفوا بارد لحالو. هاد الكسكاد هنا زوين، هادشي راه طريق فاس ما بين سيدي حرازم ودخلة فاس. كاين هاد هاد البليصة، هادي قهوة كبيرة، ريستورا كبيرة، شوفوا كاين فيها الفوق وكاين التحت. شوفوا كيكونوا هنا السهرات وكيكونوا هما الناس عاد كيجوا باش يديروا يقصروا هنا يشوفوا يتبردوا، بحيت الحال سخون كيجوا الناس كيتبردوا. شوف كاين الفوق وكاين كل شيء، شوفوا ها شوفوا البنات على النيضة. وشي بيكون دجاجي
ودابا البنات شوفوا داك البليصه اللي شفت معاكم، تعشينا لتحت كنرجوك، ما قدرتش نسجل لكم الموسيقى. كاينين هنا خريجات زوينين كيديروا لي سواغي الجوق، هاكم لتحت دابا الناس، هذه كاين فيها لتحت وفيها الفوق. شوفوا لتحت دابا راسك الجوق باش ما نجينيش الموسيقى في الفيديو. البنات عرفتي داكشي واحد المنظر زوين، الناس خارجين كيتعشاو برا، كاين الجوق وكاين اللعب الدراري. هذه دابا من فوق واحد المنظر زوين دابا في الليل. ها بارد الحال، شوفوا البنات هذه الفوق زوينه البلاصه الفوق، حنا جلسنا لتحت وغير طلعت نوري لكم هذا المنظر الفوق لانه منظر رائع. شوفوا البنات هادو الخريجات، هادو هاد البليصات حنا ما كنعرفوهمش بزاف، بحال دابا الواحد اللي بغى يخرج يتسارى وداكشي، راه بليصات مزيانين محترمين، عائلات كيخرجوا مع ولادهم كيلعبوا الوليدات في داكشي، فداك اللي جويها وقفه نشوفو كاين بزاف، كاين الكبار وكاين الصغار، وكاين الجوق الناس الكبار جالسين كيتعشاو الموسيقى وكلشي كاين. السهرة زوينين هادشي هنا، حنا هاد البليصة في الحقيقة ما كناش عارفينها، شي رائع. غير دابا ملي سكت الجوق وطلعت ندير لكم هنا هاد اللقطة باش تشوفوا معايا البنات. اللي ما عارفش هاد البليصة هنا جات ما بين الطريق ديال ما بين دخلة فاس وسيدي حرازم، هذيك البومبات ليسانس ها مع جات اللور ما بيناش، راه ما بيناش البلاصة، تقولي غير بومبات ليسانس وغير كتنزل راه كاين هادشي اللور من مور بومبات ليسانس. تجيو ديرو هنا هاد الخريجة مع وليداتكم، بليصة زوينة. والمهم البنات نخليكم هانتوما شاركتوا معانا هاد الخريجة، هادي واحد الخريجة رائعة، وبالسلامة عليكم الله يهنيكم. الفيديو المقبل ان شاء الله ونديرو خريجة بالنهار هنايا وتشوفوا معانا ان شاء الله يا رب. يلا بالسلامة البنات.